الكرة راحت من جانب أستون فيلا. يا مجنون يا أخي أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب، شوف اللقطة في هذه اللعبة. هدف الافتتاح، الضربة الأولى، انظر إلى الاحتفالات، اشتعلت المدرجات، قمة تتحول إلى قمة أخرى الآن. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم. لم يكن هناك أي شك في هذه اللحظة، موقف الواحد ضد واحد وطبيعي تكون الأفضلية لتسجيل الهدف هنا، وبلا شك في مهارة في وضع الكرة داخل الشباك. كوني يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. إذا تنتهي إحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. ركلة البداية تعلن عن انطلاقة الشوط الثاني من هذا اللقاء. اللاعب يستمر في أرضية الملعب والحكم يعطي الأفضلية. ليون بايلي، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. أمام مساحة في هذه اللحظات، فرصة ما زالت قائمة. تتحول السيطرة هنا، الخطورة واردة. أوهو، العارضة تتصدى. أوهو، خطأ يحتسب، المكان صعب يشكل خطورة على المرمى. القرار واضح بالتبديل وعليه التواجد الآن في كرسي البدلاء. يا سلام على المسافة، على التحكم، على الدقة، على التصويبة، على النهاية، على الاحتفال. نشوف الهدف مرة أخرى والطريق للعبها الكرة الثابتة، تسديدة رائعة بخارج القدم على طريقة الكبار. أي ثقة وأي مهارة لكي يسدد الركلة الحرة بهذا الشكل وينجح في تسجيلها، هدف خيالي يستحق كل الإشادة.